كابتن امام، مساء الخير، مشرف ومنور. كابتن كريم، ازيك حضرتك؟ اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا، سعداء جدا بتواجدك معانا. انت اللي منور القناه الاولى والتلفزيون المصري. يا رب يخلي حضرتك. عايز اسالك على الاتحاد السكندري، يبدو كده ان الاتحاد داخل الموسم الجديد بحماس شديد جدا، وصفقات معظمها وكلها اكيد قويه، واكيد الاتحاد محتاجها. تصورك للموسم القادم، ازاي بتكونوا الفريق في الوقت الحالي؟ المكان بس يا كابتن امام، الصوت مش واضح بعد اذنك. كده كويس؟ اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك، انت عارف ان الموسم اللي فات الفريق نهى نهايه مش جيده، واخر 11 مباراه في الدوري ما حققش الفوز، وده ما بيرضيش رغبات وشغف جمهور الاتحاد اسكندريه الكبير في المحافظه الثانيه في مصر. غير ان مجلس اداره ما بخلش الحقيقه، لكن ما كان المستوى اللي كان بيتمناه مجلس اداره والنادي كله. صحيح. فاحنا اشتغلنا على فكره في مجلس الاداره الموسم ده، ان احنا نبني بناء يطول شويه. مشكله الاتحاد في السنوات السابقه بنغير لعيبه بمعدل 50-60% كل سنه. وده بيسيب تاثير مش ايجابي، وما بيعملش تطور في الفريق فنيا. فكان مجهود الاستاذ محمد ومجلس الاداره الحقيقه المرحله دي كان عالي جدا، وهو كان بيقصد برضه انه يجيب مدرب اجنبي عشان يعرف يعمل التجانس السريع مع اللعيبه دي في اسلوب لعب نرجع الاتحاد للكره الهجوميه والشكل الفني اللي يليق بنادي الاتحاد. صحيح صحيح، الاتحاد يرجع للكره الهجوميه، بس الاتحاد يا كابتن امام برضه في المقابل المواسم الماضيه كلها، احنا بنتكلم في 3-4 مواسم ورا بعض، كان يعاني جدا دفاعيا. هل ده تم مراعاته في الصفقات الجديده؟ يعني مجرد انك انت استهدفت صفقتين كبار ولاعيبه ليهم خبرات كبيره زي عبد الله بكري ومحمود متولي، والاثنين عندهم خبرات متراكمه يقودوا دفاع النادي السنه دي مع مجموعه اللي موجوده من الشباب بتوعنا. عبد الله بكري لعيب 30 سنه، لعيب خبره كبيره وامكانياته الفنيه لا غبار عليها، غير انه بيتميز بالجديه والشراسه وهو مطلوب. عندنا برضو مرحله بناء زي مستر بابا فاسيليو ما بيحب يلعب كره هجوميه فيها بناء من الخلف، فاستهدفنا برضو لعيب من لعيبه الخبرات والمتميز محمود متولي، لاعب نادي الاسماعيلي ونادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، واحدى اللاعبين الكبار في الكره المصريه. بندي فرصه لكريم الديب وهو احدى اللعيبه الكبار في النادي والمميزين وعمل موسم رائع الحقيقه، ان احنا نلعبه في مركز 8، فبنفتح بمركز الباك ليفت حاطين فيه مروان وعمرو صالح، مروان داوود جبناه من انبي. جنب اليمين بعد ما مشينا هشام وتم بيعه النادي فيوتشر او نادي البنك الاهلي، ما بقاش عندنا في الجنب اليمين حد، فاشترينا برضو السنه دي احمد ايمن من نجوم المستقبل، وجبنا كريم يحيى احدى ابنائنا اللي لعبوا في النادي السنوات الاخيره وعمل موسم طيب وموسم كبير مع نادي الداخليه. بنجيب متوسط الدفاع احمد الشيمي، واحمد بيلعب في مراكز 6 و8، واحيانا يلعب مساك لعيب جوكر جنب زمايله القدامه. برضه جبنا لعيب من الموهوبين عبد الرحمن خالد، شهير بجبنا وهشام عادل، بلحه لعيب كبير برضه وينج ليفت، وجبنا صفقتين الحقيقه من القسم الثاني، احداهم من حرس الحدود اسلام سمير وده هيبقى مفاجاه الدوري السنه دي، وفي عمرو جمعه جبناه من رايه احدى انديه القسم الثاني ولعيب مميز جدا. واخر صفقاتنا النهارده اتمها الاستاذ محمد مصلحي بعد مجهود ضخم مع الاستاذ محمد سلامه والاستاذ احمد عبد المجيد، فادي فريد مهاجم سموحه واحدى اللاعبين برضو المخضرمين الكبار. لم يتبقى لنا غير الاثنين الافارقه، واحنا مستهدفين مركز 10 و9، ويبقى اكتمل البناء، واعتقد ان احنا نقدر نمشي بالفريق ده كابتن كريم 4-5 سنوات مستحيل. تغييرات بتبقى طفيفه طبقا
للأمور الفنية الخاصة بالمدير الفني فريق قابل للتطوير في المستقبل، وهو ده المستهدف من عمل الموسم ده. صحيح كابتن الكبير كابتن إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.